منتخبنا هيلعب مباراة العودة مع أو المباراة الثانية مع ملاوي إن شاء الله في ملاوي بكرة إن شاء الله هذه المباراة. وبالتالي خلينا نروح 3 العصر، هذه المباراة مباراة صعبة جدا في ظل كمان. أجواء هتبقى صعبة جدا، لكن خلينا نروح لسيادة سفير محمد الشريف سفير مصر في ملاوي نطمن منه على بعثة منتخبنا الوطني. سيادة سفير ازي حضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. اهلا وسهلا كابتن اسلام، سعيد ان انا بكلم حضرتك، وكل سنه وانتم طيبين والشعب المصري بخير يا رب وصحه وسعاده، وتحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام يا فندم. يعني شرف لينا يا فندم ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره. اولا عايزين حضرتك تطمنا الاول على منتخبنا الوطني وعلى يعني مباراه بكره في ظل ظروف صعبه جدا الساعه 3 العصر، يعني الامور عامله ازاي دلوقتي في ملاوي؟ الحمد لله، يعني انا يمكن كان يعني ليا الحظ ان احنا نستقبل المنتخب مرتين، الحمد لله المره دي لا، في استلاب كبير والروح عاليه والاصرار، وزي ما احنا متعودين طبعا ان شاء الله باذن الله ان بتبقى دايما انتصاراتنا في شهر رمضان المبارك ان شاء الله. رجاله المنتخب بكره يفرحوا مصر باذن الله. الاخبار الجو ايه يا فندم؟ يعني احكي لنا شويه عن الجو في ملاوي، والله الامور والله عامله. الجو التغير المناخي يعني له تاثيراته السلبيه الكبيره على ملاوي. صحيح. في من 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 حوالي اسبوعين كان في اعصار ضرب المناطق الجنوبيه، يعني ليه تاثيراته يعني، ولكن الحمد لله اللي يمكن الحمد لله النهارده الحمد لله كان الجو معتدل، ما كانش فيه شمس وكان جو كوره يعني. اللي ان انا شاء الله عارفه باذن الله بكره نتعشم باذن الله ان يبقى بكره برضو الجو كويس، بس الرطوبه انا برضو يعني كان الجو ده بتبقى اللي انا عاليه شويه شفته كابتن. من خلال المتابعه مع رجاله المنتخب، ان يعني مهما كانت الظروف ومهما كانت الاجواء الا ان في اصرار على ان ان شاء الله يبقى في يعني فرحه للشعب المصري تهدى ليه في رمضان، وان شاء الله تكمل بيوم السبت ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا سيادة سفير. ايضا إن شاء الله يا فندم. يعني وجود محمد صلاح هذا النجم العالمي الكبير مع منتخب مصر وتأثير وجود محمد الحقيقة مع منتخبنا الوطني في ملاوي. بالتأكيد بالتأكيد، يعني خد 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 بال حضرتك يا كابتن اسلام، يعني حضرتك طبعا يعني استاذ في مجال كرة القدم وعاصرت قامات كبيرة وحضرتك منهم، ربنا يعني يخليك يا فندم. القيمة بتاعت المنتخب منتخب مصر، اسم منتخب مصر، وخصوصا بقى لما يبقى في نجم زي محمد صلاح وبقيه الزملاء واخواته، لان انا شايف الحقيقه يعني شايف الحمد لله اللعيبه الكبار والجو اللي هو موجود النهارده يعني له تاثيره على الفرقه ككل من ناحيه، وعلى اللي بيشوفوا المنافسين مننا. يعني الحقيقه داي جدا التمرين النهارده، انا حضرت التمرين النهارده كان ليا الشرف اشوفه، يعني الحمد لله لا الجو واضح ان في اصرار، واضح ان اللعيبه بتقاتل او عايزه تقاتل علشان تبقى يعني تشعر بان هي يبقى لها مكان في التشكيل. الحقيقه يعني اللي في ثقه مع الـ مع الـ مع الهيد كوتش فيتوريا او حتى مع الرجال القائمين على البعثه خالد بيتر غالي كابتن حازم امام. الحقيقه يعني انا شايف ان المنتخب الحمد لله النهارده في حاله بدنيه وفي استعداد نفسي، وخصوصا بقى مع وجود محمد صلاح ان شاء الله باذن الله، يعني ده هو هيبقى له تاثيره على الماتش بتاع بكره، خاصه ان احنا يعني احنا متابعين من هنا ان اثيوبيا مغلوبه 1-3-1 غينيا من غينيا. وبعتقد ان هو يعني ان شاء الله باذن الله ده يكون في مصلحتنا باذن الله. بالظبط كده، ان شاء الله ربنا يكرمنا في مباراه بكره. ايضا عايزين استاذ كابتن عبد الرحمن، الجاليه المصريه في عدد يحضر المباراه بشكل جيد في ملاوي، ولا حضور المباراه دي هيبقى فيه صعوبه؟ بالتاكيد يعني اهلنا وناسنا في كل مكان عودونا دايما على ان هم العمود الفقري والظهر لينا في كل بلاد الغربه بره، يعني المصريين هنا موجودين
وجم وطلبوا مننا الاعلام ونفس الروح الجميله اللي احنا متعودين عليها، واللي احنا ان شاء الله باذن الله يعني تتوج باذن الله بقى بالفرحه الكبيره يوم السبت ان شاء الله. هل يعني معالي السفير احنا فرحانين، هم هنا فرحانين، وعايز اقول لحضرتك ان كتير هنا كانوا بيكلمونا يعني طب يعني يا ريت لو تشوفوا لنا ان احنا عايزين نحجز تذاكر وننزل والكلام ده، وان هم يعني رجال بالظبط يعني هم هنا في اكل عيشهم، وانا الحقيقه يعني ببقى يعني مشفق عليهم في ده، بس ده اكيد طبعا يعني هم لو عرفوا ان انا بكلم كابتن اسلام كمان هيسالهم. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف ليا في الموضوع ده. ربنا يخليك. معالي السفير، هل تم التنسيق على حضور عدد من جمهور مصر في المباراه ولا لسه ما تمش التنسيق على الامور الخاصه بحضور الجماهير؟ والله يا فندم الجانب الملاوي هنا الحقيقه يعني مقدر وشعب مضياف ومحب لمصر والمصريين، وطبعا وجود محمد صلاح طبعا اللي هم نجمهم المفضل، وانا عايز اقول لحضرتك ان الناس كميه التيشيرتات اللي اتمضت من محمد صلاح النهارده والتزاحم. لا هو كمان يا سيد سفير راجل محمد متواضع جدا وجميل، ويعني بيعمل كل حاجه على قد ما يقدر عشان يعلي او يعلي اسم مصر الحقيقه. بالتاكيد بالتاكيد، وهو نجم كبير، وزي ما حضرتك عارف يا كابتن اسلام الكوره ما فيهاش تعالي ولا فيها صحيح يعني التواضع، وده سمه الناس الكبيره وسمه القامات الكبيره. طب بقول لحضرتك ايه يا فندم؟ عايز بقى حضرتك وهم راجعين في الطياره حضرتك ترجع معاهم عشان نروح نتفرج على ماتش يوم السبت ان شاء الله. يا فندم ده كان ازاي ما تذكرش حل يعني. اكيد هنتصرف يا فندم، يعني زاد سفير هنتصرف يا فندم ما تقلقش. ده اللي حصل فعلا، ده اللي هيحصل فعلا يا فندم. ده انت حضرتك تنور يعني، وكل جمهور النادي الاهلي هيبقى مستني حضرتك في هذه المباراه. النور 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 نور يا فندم. النادي الاهلي هو البيت الكبير يا كابتن اسلام. طبعا طبعا. انا كنت طلبت من الاعداد طلب صغير، اتفضل الربع ساعة بس بتاعت الأهلي والهلال سنة 87. يعني كفاية دي في أوضة اللبس، أعتقد إن أنا حتى وأنا لابس بدلة والكرافات هنزل ألعب. طبعًا. إحنا لسه كنا بنتكلم في هذا الأمر إن إحنا نشوف 50,000 متفرج، بقالنا كتير برضو، خلي بال حضرتك. ده في حد ذاته إنجاز كبير، وإن شاء الله بإذن الله يكلل إن شاء الله الجمهور يرجع للاستادات، والروح الجميله اللي موجوده ما بيننا كشعب. طبعا. وان انا اشوف جمهور الاهلي بيساند جمهور الزمالك في الماتشات الافريقيه. طبعا. جمهور الزمالك بيساند جمهور الاهلي، احنا مش بعيد على سنه 1993 لما نادي الزمالك كان بيلعب كوتوكو، كان كابتن جوهري هو المدرب ساعتها، كان جمهور الاهلي موجود في استاد القاهره. طبعا. هو صحيح ان الاعلام الحمراء كانت اكثر من الاعلام البيضاء، انما يعني ده العادي موجودين. ده ما يعني وده ما يمنعش ان احنا بالزمان واحنا مع بعض. طبعا يا فندم، ده شرف لينا. انا 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 يعني متفائل خير ان شاء الله. اولا ان شاء الله منتخبنا يأدي اداء كويس بكره باذن الله، يا رب ان شاء الله، ويكسب الماتش بكره ويفرحنا كلنا، وان شاء الله الفرحه تكتمل بان مصر تاني، لان مصر قيمه كبيره ومصر ليها ريادتها في افريقيا. فيعني ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه دي تستعيد مصر تاني تواجدها على الساحه الكرويه الافريقيه، وان شاء الله باذن الله اولادنا قدها، وان شاء الله باذن الله يفرحونا. ربنا يخليك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك سيادة سفير محمد الشريف سفير مصر في ملاوي، بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.